اليوم نبغى نتكلم عن الوقاية دكتورة، كيف نقدر نقي نفسنا من أشعة الشمس؟ غير أنه إحنا نتخبى طبعاً من الشمس، لكن لو طلعنا، لو كنا مسافرين، لو بنمشي مثلاً في أوروبا دحين حار، في كثير ناس مسافرين، كيف الواحد يقدر يوقي جلده؟ أول شيء طبعاً لما نطلع بالوقت بعد عن الساعة 12 والساعة 3، يعني إذا حابين نطلع أو نتشمس أو مثلاً نتسوى، نحاول نطلع قبل الساعة 12 مثلاً بين العشرة وبعد الساعة 4 عند الغروب. إذا اضطرينا نطلع، أهم شيء نستخدم الواقي الشمس طبعا على الوجه، على المناطق المكشوفة، الوجه والإيدين، نستخدم نظارات الشمسية للعين، لأنه حتى العين بتحترق بالشمس. أوف، إذا العين نفسها؟ نفس العين بيصير في جفاف بالقرنية، وكمان الشمس الحادة إذا كان الشخص عم يسوق بده يركز بالطريق، فكمان كتير مؤذي. بالإضافة لنستخدم اللبس القطني، نحط الطاقية نحمي الرأس، نحمي الرقبة من أشعة الشمس المباشرة. وبالنسبة لواقي الشمس دكتورة، يعني يمكن في كثير أوقات نشوف مية، ولكن هل يقولوا كمان أنه ما في وقاية 100%، فإيش الرقم الواقعي؟ هو الواقي الشمس بيكون مكتوب رمز SPF. SPF هو نسبة، مثلا لنشرح بشكل بسيط، إذا الجلد تعرض للشمس صار احمرار خلال 10 دقائق من دون واقي الشمس، إذا حطينا نفس منطقة الجلد حطينا الواقي الشمس فصار الاحمرار بعد 50 دقيقة، 50 على 10 صار 5، فعامل الحماية لهذا الواقي الشمس هو 5، فتقريبا ال 50 يعني 500 ساعة، 500 دقيقة ما بيصير احمرار، فنسبة الواقي الشمس تبع ال 30% تقريبا 96%، تبع ال 50 تقريبا 98%، فهو أهم شيء. يعني أي واحد نستخدمه دكتور؟ أهم شيء هو فوق ال 30. فوق ال 30 بين ال 50 وال 100 ما حيكون يعني نسبة 2% فرق. وكم مرة تنصحين إنه نحطه على؟ تقريبا كل ساعتين، إذا كنا طالعين الشمس طبيعي كل ساعتين، إذا كنا قاعدين بالبحر أو بالصحراء، لأنه دائما أمواج البحر، سطح البحر وسطح الرمل بيعكس أشعة الشمس 10 أو 15 ضعف، فينتبهوا. كمان بدي نبه حتى الشمس تبعيت لما بيروحوا مناطق الثلج، فكمان سطح الثلج بيعكس، بصير حروق شمسية، بيفكروا إنه ما في، إنه نحن طالعين على الثلج ما في شمس، بالعكس هو بصير حروق شمسية بهذيك المناطق. دكتورة كيف نقدر نميز بين الحروق اللي بتصير للبشرة؟ يعني في ناس كثير بتحترق، بس يعني أنا وقت أروح على البحر أقول يا الله هذه محروقة، يعني مسكينة، ما نعرف كيف حتقعد. فكيف نقدر نميز إنه إيش الحرق اللي لازم نروح للدكتور، والحرق اللي ما عليه إنه بس لازم نهديه؟ الحرق لما يكون فقط احمرار هذا حرق درجة أولى، لما بس احمرار درجة أولى، ودرجة أولى درجة ثانية لما بتصير في ورم شوي وبيصير بيبلش في مثل حويصلات أو فقاعات، ها خلص هي لازم إسعاف. كمان إسعاف، إسعاف لازم. شغلة ثانية، الحرق الشمسي مثل الحرق العادي، يعني إذا أكثر من 30%، يعني إذا وجه مع إيدين هذا لازم يروح كمان إسعاف، أكثر من 30% إسعاف. أوف، لأنه 30% من الجسم لما بيحترق الجلد حتى لو درجة أولى اللي بيصير معنا أنه ما عاد يتوازن شوارد الجسم، فبيجوز يدخل بتخليط ذهني الشخص أو هيك، فلازم ما يعني الفكرة لما الواحد بيعمل تان فبيتعرض تقريبا أكثر من 60-70% من جسمه للشمس، فما استحيل حدا راح البحر ما احترق أكثر من 50% من جسمه حتى لو درجة أولى. الأفضل فورا مشان يقولوا السيروم اللي يعود السوائل والشوارد بجسمه. طب بالنسبة للإحمرار لو كانت درجة الأولى، طبعا مو مش درجة ثانية، على الأفضل الوقاية. إن في حتى اللي بدي حابب يسمر، في كتير ماركات بالصيدليات هلا، ماركات عالمية واقي الشمس، زيت للشمس وفيه واقي الشمس. يعني أنت ما حد تان دكتور، يعني ما فينك تمنع. هي موضة نبغى نروح البحر، نبغى يعني هاي ما فينك تمنع. فأنا بس إنه يعني انتبهوا، أول شيء مشان اللي حابب يعمل تان يروح بالوقت اللي قبل الساعة 12 وبعد الساعة 3-4. شغلة تانية إنه مثلا أول فترة، أول يوم يتعرضوا ربع ساعة، ثاني يوم نص ساعة، بعدين ساعة، بعدين يقعدوا 3-4 ساعات، ما من أول يوم يقعدوا 3-4 ساعات. والله دكتورة أنا كنت يعني أعشق التان، يعني كنت دائما إني متشمسة، بس دحين صرت في الصيف يعني خلاص يروح التان، لأنه صرت أخاف من الشمس
وحس زي ما قلنا انه احس بدوخه احس فما احس انه استمتع بصراحه. فالواحد لازم يعني ينتبه على نفسه. ودكتور يمكن من الدرجه الاولى اللي بيحترق وبيروح البيت، في ناس تستخدم مثلا تحط لبن عشان تبرد الجلد، في ناس تحط معجون اسنان، ايش رايك بهذه العلاجات؟ بظن غلط، خصوصا اذا كان اللبن شوي الحمض اللاكتيك كان ترجي اكثر فمؤذي. يعني في هلا كمان كريمات يعني معروفه كثير، يقولوا لك البنات والله والله جربتها وزبطت يعني كذا يعني بالثقه، عارفه كيف هلا بالعكس فوق. لما من العلاجات الطبيعيه انه بينحط لبن على الوش مشان تقشير، فمع الحمض بيزيد الوضع. لا هي الافضل يحطوا مي باردي، مي باردي اذا ما عندهم اي كريم مي باردي، منشفه في مي باردي بتريح، بينما يروحوا على الصيدليه يجيبوا اي كريم كالمينج يعني بيهدي المنطقه. الالوفيرا وهذه الاشياء، الالوفيرا ممتاز. في كثير برودكتات بالسوق موجوده يعني، والاغلب الامهات بيعرفوا هي الاسعافات السريعه. بس اذا ما عندهم اي شيء يحطوا يبردوا مي باردي. واخر نصائح دكتوره بس من حروق الشمس عشان نبتعد عنها، مثل ما قلنا اختيار الوقت المناسب، الواقع الشمس المناسب للبشرة. حتى الشباب اللي ما قدران يحط واقع شمس في واقعات شمس سبراي، ونفس الوقت ما بتبين يعني. أيوة ما في اللي بتحط هذا الأبيض، ما في الأبيض. والصبايا اللي بيحطوا المكياج في واقعات شمس فيها مكياج يكرروا كل ساعتين إذا كان يوم عادي، إذا كانوا طالعين على البحر أو المسبح يستخدموا تبع المضاد للماء، أو يعيدوا كل ساعة على القليلة. كمان شغلة تانية أهم شيء شرب المي، ما حكينا عليها، مشان ضربة الشمس، لأنه ضربة الشمس لما يصير عنا تعرق كتير فبيختلف الشوارد والسوائل بجسمنا، فبتصير تخليط ذهني منوصل للمرحلة الحالة كمان إسعافية. فأهم شيء شرب المي. شكرا لك دكتورة، يعطيك ألف عافية على كل هذه المعلومات. إحنا حنروح لفاصل مشاهدينا، بعدين نصيحة شباب دائم لا تجلسوا في الشمس كثير، الشمس الحارة هي عدوة الجمال.